السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله عز وجل إليكم ابتداء، أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله والأصحاب. أهلا وسهلا بحضراتكم، أرحب بكم بكل لغات العالم مع الكورس اللي بدأناه اللي بيتكلم عن تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المختلفة. والنهاردة ميعادنا مع المحاضرة الثامنة في هذا الكورس اللي بننهي بيها هذا المدخل لدراسة علم النانو تكنولوجي. تعرفنا فيه عن معلومات عامة حول هذا العلم، عرفنا مفهوم النانو تكنولوجي كمقياس، اتكلمنا عن تاريخ النانو تكنولوجي وأبرز العلماء في هذا المجال، وقفنا مع استخدامات علم النانو تكنولوجي في كافة الميادين وحقول العلم. والمرة اللي فاتت كلمتك عن بعض المخاطر الخاصة بهذه المواد اللي بتتمثل في خطورة المادة نفسها من حيث الاستنشاق، ثم بعد ذلك اللي هي الايه التقنيات العسكرية، لان يعني حدود الامان مش هتبقى كافية للمواطنين. زي ما وريتك في المحاضرة السابقة ان هو ممكن يعمل روبوت صغير جدا في شكل طيارة تقدر تصورك ويجمع معلومات عنك، فخصوصيات الامان سبحان الله هتبقى مهددة بشكل كبير. وده احد الامور اللي هي يعني بتخلينا نحد من هذا العلم خاصة في المجال العسكري. النهاردة بكلمك عن بعض الفوائد العامة لهذا العلم. في البداية يعني جمعت بعض النقاط برضو ان احنا ما ضفناهاش في المحاضرات. قال لك ان هم قدروا يصنعوا مواد نانوية كربونية استطاعت ان هي تقضي على دودة الارض بشكل فعال. يبقى دودة الارض دي حشرة يعني بتسبب مشاكل زراعية كبيرة. بدأوا يصنعوا مواد من عنصر الكربون في الصورة النانوية يحطوها تقدر تقضي على هذه الدودة بشكل كبير. وطبعا يعني جزء النانوي هنا برضو عايز اقول لك ان استخدام الكربون النشط في صورة نانوية دي عليه ابحاث كبيرة جدا في حدوث عمليات الاضمصاص داخل التربة، وله فوائد كبيرة جدا ايضا في رفع العناصر الغذائية داخل التربة. بدأوا يستخدموا المواد النانوية دي في اكتشاف الجرائم والأعمال الجنائية إن هي بتحفظ البيانات حول القاتل. يبقى بدأوا يستخدموا مواد نانوية في منطقة الجريمة معينة، يبدأ من خلالها أخد تجميع البيانات أعرف بصورة جدا من هو القاتل باستخدام هذه المواد النانوية. ودي مهمة جدا في الطب الجنائي وعمليات التشريح والكلام ده، ويعني هيفيدنا أيضا في هذا المجال بشكل كبير. بدأوا يصنعوا أطراف صناعية تتحرك، وعملوا قرنية للعين وعلاج للصمم من استخدام المواد النانوية. يبقى برضو ده في المجال الطبي أثرتنا بشكل كبير جدا. بدأوا يصنعوا ملابس لا ترى بالعين وملابس لا تبتل مطلقا. احنا قلنا دي وشفنا الفيديو في بداية المحاضرات، ملابس لا تبتل مطلقا يعني ملابس اجي يعني ارش عليك مية او كده لا تمتص الماء مطلقا. وده طبعا بيرجع ان هي تجاذب الجزيئات الكبيره جدا جدا لدرجه ان هو لا يوجد مسامات بين الجزيئات دي، وبالتالي لا تبتل بالماء. وده طبعا يعني اهله ان هم يصنعوا خفاضات خاصه بالاطفال يعني لا تبتل او لا تبتل بالايه الماء. بداوا برضو يصنعوا مضارب خاصه بالتنس وملابس خاصه بالسباحه خفيفه، وهنشوف صور على الكلام دون، ودرجات سباق خفيفة جدا في الوزن بتاعها ومتينة لدرجة كبيرة، ويصنعوا كابلات نانوية. وده طبعا بعض الاشكال اللي بنشوفها هو ادي الكابلات النانوية، دراجة خفيفة في الوزن مواد نووية وتكون صلبة جدا، بطاريات بدل من البطارية مثلا بتقعد معاك فترة بسيطة لا ممكن يقعد لفترة كبيرة جدا. بدأوا يستخدموها أيضا في ملابس السباحة النانوية، تكون ملابس خفيفة كده على الجسم وتسهل لي عملية السباحة. البطاريات إن أنا أخزن الطاقة لفترة كبيرة جدا. عندي بعد كده قال لك إن أنا ممكن أصنع الشاشات النانوية بحيث إن الشاشة زي ما أنت شايف كده تبقى كأنها زي شريحة كده، وقابلة للانسناء والكلام ده، كل ده من مواد الإيه؟ النانو أيضا. طبعا من التطبيقات الحديثة للنانو عملوا سيارات لا تتسخ مطلقا في تقنية النانو سيراميك. بدأ يدهن الجسم بتاع السيارة بمادة النانو سيراميك مهما حصل عليها اتساخ أو أوساخ التصقت بيها، هذه الأوساخ لا تبقى على جسم السيارة مطلقا. ملابس لا تبتل مطلقا بالماء والمحاليل، وزي ما قلنا دي فادتني جدا في صناعة الخفاضات الخاصة بالأطفال. بدأوا يصنعوا روبوتات عسكرية، وقلنا هنا حصل مخاطر لهذه التقنية زي ما احنا اتكلمنا مع بعض.
عايز اضيف حاجة هنا، ان اليابان تحديدا بدأت تفكر ان هي تصنع مصعد للفضاء باستخدام مواد نانوية. متخيل ان انا اعمل مصعد فضائي من هنا الى الفضاء من مواد نانوية اقدر اوديها في يعني توجيه صواريخ او مركبات فضائية الى الفضاء، وتصبح محطة تربط ما بين الارض وما بين الايه السماء. دي كلها في مجال الفضاء ايضا، يعني كل دي مجالات استخدمنا فيها علم النانو. فطبعا علم واعد، والحمد لله عز وجل العرب يعني لهم سبق. يعني عندنا دراسة بتقول ان احنا في عهد صلاح الدين كان عندهم ما يسمى بالسيف الدمشقي. ده سيف كان مرن جدا وله قوة قاطعة. العلماء في احد الجامعات الاجنبية قالوا ان السيف ده استخدمت فيه تقنية النانو تكنولوجي. وزي ما وضحت لك ان احنا عندنا علماء في مصر وفي السعودية وفي بعض الدول العربية مهتمية بعلم النانو تكنولوجي. فلو توفرت الامكانيات ان شاء الله عز وجل يكون لنا سبق في هذا المجال. في الاخر يعني بوصيك بقراءة مقالة ليا في العدد 20 من مجلة الفيزياء العصرية، كنت معنونها بعنوان سحر النانو تكنولوجي. سحر النانو تكنولوجي يعني فصلت فيها بشيء كده كل المحاضرات اللي احنا اتعرضنا لها. لو حابب ترجع لي المقالة ان شاء الله عز وجل هتلاقيها في موقع المجلة على النت في العدد 20 سنة 2017. وبوصيك برضو ان في دورة موجودة على منصة رواق اسمها الوعي بتكنولوجيا النانو، ممكن برضو ترجع لها، وان شاء الله عز وجل هتلاقي معظم المعلومات اللي احنا قلناها مدرجة فيها. وختاما لهذا المدخل وهذا الكورس يعني بشكرك شكرا جزيلا ان انت كنت متابع معانا، واسال الله عز وجل ان انا اكون قد اضفت ولو شيء يسير في هذا الباب. حتى لقاء في كورس ومدخل اخر، اسال الله عز وجل ان ينفعني واياكم بما علمنا، وان يجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسناتي وحسنات والدي ووالدتي رحمهم الله عز وجل، وان يجعله ذخرا في الوفاده علي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.